إرسال اللاعب فيدرير، فيدرير الذي بدأ بمستوى جيد إلى بداية الموسم، لكن منتصف الموسم كان غائبا ويعود الآن ليتألق ويصل إلى دور نهائي في بطولة تورونتو ويفوز ببطولة سينسيناتي بطولتين من سلسلة الألف نقطة، وهذا يعيده إلى التصنيف الثاني عالميا. خطأ من اللاعب فيدرير وصمود جيد في آخر الملعب من سودالينغ. إرسال جيد في جهة الفورهاند بسلايس من فيدرير، وهذا الإرسال الأول يبقى مرتفعا بالنسبة للاعب السويسري. ممتاز، إيقاع سريع، إيقاع سريع من جهة اللاعب فيدرير. هذا اللاعب الذي دخل عالم الاحتراف في موسم 98 خطأ مباشر هنا بالدرايف والي فور هاند من فيدرير. إذن هنا تحدي من جهة لاعب سودالينغ، الكرة لم تلمس، لم تلمس هذه الكرة، إذن محظوظ اللاعب سودالينغ، الكرة كانت قريبة جدا. الإرسال الثاني خطأ مزدوج، خطأ مزدوج وأربعين للكل، قراءة جيدة من جهة اللاعب سودالينغ بالنسبة لهذه النقطة. يخطئ، يخطئ، يتراجع إلى الوراء ويخطئ اللاعب فيدرير. الكرات التي ترتد قريبا من الخط الخلفي تضايق اللاعب فيدرير، هنا مرة أخرى مضايق عند الإرسال في هذا الشوط السادس. ممتاز، ممتاز من جهة اللاعب فيدرير، يغامر بشكل كبير في هذه النقطة. الإرسال كان ممتازا، واستقبال إرسال اللاعب السويدي كان في قراءة ممتازة، ولاحظوا أين ترتد هذه الكرة، لولا مهارة اللاعب فيدرير لما تمكن من استقبال هذه الكرة، حيث يستقبل هذه الكرة بعد الارتداد مباشرة بالفورهاند. لو كانت في جهة الباك هاند لفاز بالنقطة اللاعب سودالينغ، أو كانت له فرصة كبيرة لكسب النقطة وكسب شوط الإرسال. الامتياز لفيدرير، فيدرير يخرج من موقف صعب مرة أخرى في شوط آخر عند الإرسال. ممتاز، إرسال بالكيك سيرف، يتقدم إلى الأمام لاعب روبي سودالينغ، لكن يتفاجأ بهذه الزاوية وبطريقة الأداء بالكيك سيرف، حيث الكرة ارتدت قريبا من أو في منتصف المربع قريبا من الخط الجانبي، وارتداد الكرة كان مرتفعا وفي اتجاه الخارجي في الجهة اليسرى.
إذن ثلاثة أشواط لكل لاعب. ويمكن أن نقول مشاهدينا الكرام هذه إشارة قوية من سودرلينغ الذي يبقى في تركيز كبير هنا في بداية هذه المباراة، حيث اللاعب فيدرر في شوطين عند الإرسال كانت هناك فرص لصالح لاعب سودرلينغ لكسر الإرسال. هذه إشارة قوية جدا، معناه بأن اللاعب سودرلينغ حاضر هنا في عند مهارته عند استقبال الإرسال. ويبقى معدل الإرسال الأول مرتفعا بالنسبة لسودرلينغ. استقبال الإرسال خارج الملعب. الإرسال الثاني كانت فرصة لأمام اللاعب فيدرر هنا للتركيز ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة والسريعة للضغط بسرعة على اللاعب سودرلينغ. ما نلاحظ مشاهدي الكرام كلما كان الإيقاع سريعا إلا وسودرلينغ يكون في قوة. الكرة منخفضة وخطأ مباشر هنا بالباك هاند. 30 للكل، النقطة مهمة الآن. نعرف مشاهدي الكرام أن إذا ما تمكن من فرصة اللاعب فيدرر لكسر الإرسال فبإمكانه أن يستغلها وأن يربك اللاعب سودرلينغ، لذلك سودرلينغ عليه أن يبقى في مستوى جيد عند الإرسال الأول. ممتاز، إيقاع سريع يأخذ المبادرة يغامر ويسدد ضربات في منتصف الملعب، وهذا حل ممتاز هنا من جهة اللاعب روجر فيدرر. التسديدات السريعة في اتجاه الجسد لا تعطي الوقت الكافي لسودرلينغ هنا لأخذ التمركز والتموقع الجيد واختيار المكان المناسب الذي يجعله في مسافة جيدة بينه وبين الكرة، وهذا ما يؤدي به إلى خطأ مباشر. إذن الفرصة الأولى لفيدرر لكسر الإرسال. ذكرناه مشاهدينا الكرام، الفرص تعددت بالنسبة للاعب سودرلينغ لكسر الإرسال، أربع فرص لم يتمكن منها وأول فرصة لصالح اللاعب روجر فيدرر. هذا ما ذكرته في منتصف هذا الشوط، يتمكن من هذه النقطة ويركز بطريقة جيدة، وأيضا ضربة الدروب شوت تأتي في التوقيت المناسب وبالأداء الجيد. نلاحظ تسديدة في منتصف الملعب وسودرلينغ كان ينتظر كرة قوية، وهنا بعدما سدد ضربة الباك هاند يتراجع إلى الوراء، والقراءة الصحيحة للاعب فيدرر عندما لاحظ أن اللاعب روبن سودرلينغ يتراجع إلى الوراء. نلاحظ هنا كيف يستقبل هذه الكرة وسيتراجع إلى الوراء، سيتراجع إلى الوراء هنا لتغطية الملعب في الجهة اليمنى لأنه ينتظر تسديدة قوية، وهنا الاختيار كان في التوقيت المناسب. لذلك نقول دائما مشاهدينا الكرام عندما تواجه احد اللاعبين داخل الملعب فعليك ان تتحكم في الفنيات، لانك عليك ان تستقبل ضربات باك هاند فور هاند تسديدات فولي، وايضا عليك ان تتحكم في ملعبك لان عليك ان تغطي هذا الملعب. وبذلك نقول دائما حركه الاقدام العوده الى منتصف الملعب حتى تكون في الزاويه الجيده في جهه الفور هاند والباك هاند، وايضا عليك ان تتحكم في ما يحدث في ملعب الخاص بالخصم، أين يتواجد؟ هل يتراجع كثيرا عن الخط الخلفي؟ هل يتقدم ويبقى قريبا من الخط؟ وكل تموقع هنا بيلي جينكينغ. هنا مشاهدينا الكرام بيلي جينكينغ هذه البطلة الكبيرة التي هذا المكان وهذا المجمع يحمل اسمها، وكانت بطلة كبيرة، كانت هي بطلة كبيرة
وكانت هي المصنفة الأولى عالميا سابقا وتحضر هذه المباراة القوية. فيدرير تمكن من كسر رسالة ويتقدم بأربعة ثلاثة. ممتاز أيس عند الرسالة الثانية. تتعدد الأخطاء الآن بالنسبة لسودرلينغ، والعامل الذهني ربما هو الذي يؤثر على أداء اللاعب سودرلينغ في هذا التوقيت في هذا الشوط، بعدما كان استقبال رسالة رائعا خلال الأشواط الأولى. هنا فيدرير بعدما كان مضايقا في شوطين هنا يفوز بشوط نظيف ويتقدم بخمسة ثلاثة. تسير الأمور بسرعة، كان اللاعب سودرلينغ يتقدم بثلاثة مقابل اثنين وهنا ثلاثة أشواط على التوالي لصالح اللاعب فيدرير. فيدرير كان في وضعية صعبة، فرصة كسر إرسال لروبن سودرلينغ يتمكن من اجتياز هذه الصعوبة ثم بعد ذلك يتمكن من كسر إرسال ويفوز بشوط نظيف. إرسال سريع 40-0. وبدوره اللاعب روبن سودرلينغ يتمكن